بشكر نادي الصيد جدا في البدايه وهو بيتي، وما يعني ما اقدرش اشكر اهلي على تكريم زي ده. الحقيقه والدي الله يرحمه اللي واقفين له كلهم ولاده واخواته، وده مش بعيد علينا كأسرة في نادي الصيد، يعني بتكرم ولادها واخواتها وابنائها. فأنا في البداية بشكرهم يعني، وده على قد ما هي لحظة سعيدة هي لحظة قاسية طبعا، بتفكرنا بان قد ايه يعني الواحد ما يفقد حد عزيز عليه بتبقى صعبة شوية. بطولة المنافسة النهاردة كانت شديدة شوية، الجو حرر في النص، ولكن بطولة منظمة كويس جدا، والأعضاء النادي كانوا مرحبين جدا. الحمد لله، والله يعني دي أول بطولة يعني النادي يعملها باسم أبويا الله يرحمه، وأعتقد إن هي يعني الحمد لله يعني كان يوم كبير بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية ونجومنا كمان في مجال الإعلام ونجومنا في مجال الكورة، والحقيقة سعيد جدا يعني أبويا بالنسبة لي حاجه كبيره، والصيد بالنسبه لي هو بيتي اللي انا اتربيت فيها. ان شاء الله باذن الله اعملها كل سنه، يعني احنا كبرنا الحدث بشكل كبير والحمد لله يعني كان فيه اقبال كبير جدا من الناس، وان شاء الله باذن الله اللي جاي هيكون يعني افضل ومختلف. نادي الصيد مهما بنبعد ومهما كل واحد فينا بيروح في سكه، ولكن في النهايه بنرجع له. نادي الصيد قدم كوادر كتير سواء في الاعلام سواء في مجال الاداره، وان شاء الله باذن الله يعني البطوله اللي جايه تكون مختلفه كمان. البطوله النهارده شارك فيها عدد كبير من الرماه، كان فيها جوائز ماليه قيمه كبيره جدا، الاهم من ده كله ان كان فيها تكريم لرموز كبيره في النادي، وعلى راسهم المرحوم المهندس حسين صبور. المهندس حسين صبور هو رئيس سابق نادي الصيد ورئيس الشرفي بعد انتهاء فتره رئاسته، وتكريم رموز تانية كتير جدا من اعضاء النادي. نادي الصيد هو طبعا واضح من اسمه هو بيهتم او من ضمن الانشطه الرئيسيه بتاعته هي الصيد، طبعا الصيد بكافه انواعه. لو بنتكلم النهارده على الرمايه فدي كانت بطوله متعلقه او خاصه بنشاط الرمايه. نشاط الرمايه او قطاع الرمايه بيضم اعضاء كتيره من اعضاء نادي الصيد. احنا النهارده بنكرم المرحوم حماده زاهر، ده اكبر حدث في تاريخ الرمايه في نادي الصيد او في مصر عامه، يعني في كبطوله رمايه. هو حدث يعني مشرف لواحد من اعمده نادي الصيد ومن اعلامها، ويعتبر من يعني اب لينا كلنا، وراجل من الناس اللي بانت التيرو والرمايه في مصر،